بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم المعلمة هراء أبو خضر من المدرسة الفلسطينية الابتدائية المشتركة، معلمة التربية الإسلامية للصف الرابع. سنتحدث اليوم عن شخصية عظيمة من عظماء التاريخ الإسلامي الذين لهم بصمة في هذا التاريخ، وهذه الشخصية هي من حملت الدين ودافعت عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم موضوعنا عن عظيم من عظماء الإسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق لا يسعنا الكلام عن هذه الشخصية في حصة واحدة، ولكن نريد أن نأخذ مقتطفات من هذه الشخصية العظيمة التي أثبتت جدارتها في حمل الدين ومسؤوليتها في الدفاع عن هذا الدين العظيم. أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، هو صديق النبي قبل الرسالة الإسلامية، وكان حبيبه ومقرب لديه كثيرا، فكان يخرجون سويا ويذهبون سويا ويفعلون كل الأشياء مع بعضهم البعض، فكان مقرب لديه كثيرا، وهو أحب الرجال إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت الرسالة الإسلامية على نبينا محمد، عرض النبي الإسلام على أبو بكر الصديق، فكان أول من أسلم من الرجال. إذا أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طيب الآن سنتحدث لماذا لقب أبو بكر بالصديق؟ من الذي لقبه بالصديق؟ وما سبب تسمية أبو بكر بالصديق؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عادته كان يلقب الصحابة بألقاب جميلة، فمن هؤلاء الصحابة الذين لقبهم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، لقبه بالصديق. لماذا؟ أولا لقوة إيمانه، كان مؤمن قوي الإيمان، لقوة إيمانه، وإثنان لأنه كان يصدق النبي بكل ما كان يخبر به، كل ما جاء النبي في أمر من أمور الدين كان يصدقه أبو بكر الصديق. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج، وهي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ النبي يتكلم في هذه الحادثة إلى أهل قريش وهم يضحكون ويستهزئون، فكلما كان يقول شيئا كان يرد عليه الصديق أبو بكر ويقول له صدقت، فقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة السماء وصدقه في كل ما كان يخبر عنه عليه الصلاة والسلام. لذلك لقب أبو بكر بالصديق، وأبو بكر هو أفضل الرجال بعد الأنبياء، فقد تحلى بصفات النبي وتأثر بأخلاقه. إذا تعلمنا أنه أول من أسلم من الرجال وهو صديق النبي قبل البعثة، وصديقه وصبر معه بعد البعثة، وأيضا تعلمنا لماذا سمي بالصديق؟ لقوة إيمانه وتصديقه للنبي بكل ما كان يخبر به. طيب الآن سنتحدث عن فضائل أبو بكر الصديق. بماذا يتميز أبو بكر الصديق؟ ماذا فعل أبو بكر الصديق؟ بعض من فضائل أبو بكر الصديق سنتناولها في هذه القصة. فضائل أبو بكر الصديق، أول فضيلة يتشرف بها أبو بكر الصديق أنه أول من أسلم من الرجال. أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال، لما عرض عليه النبي الإسلام لم يتردد أبدا ولم يفكر، صدق النبي مباشرة ودخل في الإسلام، فكان له شرف أنه أول من أسلم من الرجال. ثانيا أسلم على يده الكثير. أبو بكر الصديق يجب أن
نقتدي به أيها الطلبة الأعزاء، وننشر أخلاقنا الإسلامية، وننشر المعلومات الدينية الصحيحة التي نتعلمها، حتى تكون مسلم فعال في هذا أو في هذه الأرض. أبو بكر الصديق لما تلقى الإسلام ما أسلم لوحده وقال خلاص أنا نجوت ما إلي في غيري، لا، بل بدأ ينشر في هذا الدين ويساعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينقل الإسلام إلى غيره من الناس. فأسلم على يد الكثير، ومنهم المبشرين بالجنة أسلموا على يد الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، وأيضا من مناقب أو فضائل أبو بكر لقب بالصديق، وتحدثنا عنها، لماذا لقب بالصديق؟ لماذا أطلق عليه النبي هذا الاسم؟ لقوة إيمانه ولتصديقه للنبي بكل ما كان يخبر به. النقطة التي تليها، أنفق ماله أو أنفق ماله لنصرة الإسلام. أبو بكر الصديق تبرع بكل ماله لنصرة الإسلام، لم يبقي لأهل بيته شيئا من ماله، فهو أكثر الناس كرما لأجل هذا الدين. أبو بكر الصديق لم يخبئ جزء من المال، كان كريما، فيجب أن نتصف بهذه الصفة. إذا زميلك يحتاج منك شيء أعطه، لماذا؟ لأن نبيه كريما وصحابة نبيه كرماء، فيجب أن نقتدي بهم. فقد كان أبو بكر الصديق كريما، أنفق كل ماله لنصرة الإسلام. هناك أناس يعز عليها مالها، لا تنفق بخيلا، لكن أبو بكر الصديق يعلمنا في هذه النقطة الكرم، وأنك إذا أنفقت أبدلك الله عز وجل خيرا كثيرا. النقطة التي تليها من الفضائل، تعرض للأذى وضرب على وجهه وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه النقطة سنربطها بالدرس السابق، وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها آثار كبيرة أو أثر كبير في نفوس الصحابة، فقد كانوا يدافعون عن النبي بكل ما أوتوا من قوة، ويتأثرون إذا تضرر النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشوكة، وهذا يدل على حبهم للنبي، فقد اتبعوه وأطاعوه وسمعوا كلامه. هل نحن مثل أبو بكر الصديق؟ هل نتبع النبي بكل ما يخبرنا؟ هل صدقنا النبي بكل أفعاله؟ طيب، إذا تعرض للأذى وضرب على وجهه وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر يخرج مع النبي دائما، فإذا تعرض النبي لأي شيء يصد عنه أبو بكر، وهذا يدل على صدق الصداقة بينهما، ويدل على أن أبو بكر الصديق مؤمن بالله ومصدق لنبيه محمد. اختاره النبي ليكون صاحبه في الهجرة. من كل الصحابة انتقى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ليرافقه في الهجرة، وله معه مواقف في الغار، عندما قال أبو بكر لقد اكتشفوا مكاننا يا رسول الله، فقال النبي إن الله معنا، إن الله معنا. فإذا اختار النبي أبو بكر الصديق ليكون رفيقه بالهجرة، وهذا تفضيل لأبو بكر وبيان لمنزلته العالية. النقطة التي تليها، أعتق كثيرا من العبيد. من فضائل أبو بكر الصديق أنه أعتق كثيرا من العبيد، كان يحزن لحال المسلمين ولا يرضى الألم والأذى لهم. فأخذنا في الفصل الأول يا رابع قصة من الذي أعتقه أبو بكر الصديق، قصة بلال بن رباح، عندما عتقه سيده أمية بن خلف، فجاء
أعلن لأمية وحرر بلال بن رباح. ومن يذكرني ما كان لقب بلال؟ أحسنت، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، شارك في الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن صدق الصحابة أنهم كانوا يجهزون نفسهم في الغزوات وينطلقون يدافعون عن هذا الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يترأسهم أبو بكر الصديق. أحبهم الرسول وأثنى عليه وكان محبوبا عند الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم أحب أبو بكر حبا شديدا، وأيضا كان يحبه الصحابة ويحترمونه. سنأخذ أو أخذنا نقطة في فضائل أبو بكر الصديق، أنه أسلم على يديه الكثير من المسلمين، ولكن منهم من المبشرين بالجنة. الاسم الأول الذي أسلم على يد أبو بكر الصديق هو عثمان بن عفان، الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيما بعد أصبح الخليفة الثالث للمسلمين. وأيضا أسلم على يديه سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص. وأيضا أسلم على يديه، أحسنت، الزبير بن العوام، وأيضا طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله. إذا من الرجال الذين أسلموا على يد أبو بكر الصديق عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله. سنتحدث عن الدليل الذي وجد في الكتاب على محبة النبي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. صحيح البخاري. هذا الحديث يدل على محبة النبي صلى الله الدليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. هنا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته على فضل أبا بكر وقربه لديه في المنزلة من بين كل الصحابة. فهنا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لنا أن فضل أبا بكر كبيرا في الدعوة، في ماله وفي قوته وفي إصراره وصبره وتحمله ومعاونته للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال النبي: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. وهذا يدل على محبته له وقربه من شخصية أبو بكر الصديق. وسئل النبي: من تحب من الناس يا رسول الله؟ فقال عائشة. قالوا له: من الرجال؟ فقال: أبوها. صحيح البخاري. طيب، الآن سنتحدث عن الدروس والعبر المستفادة من سيرة أبو بكر الصديق. تعلمنا أيها الأطفال عن شخصية أبو بكر الصديق، وكيف صبر من أجل هذا الدين، وكيف ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تعلم وعلم ونشر الإسلام. فماذا نستفيد من هذه الشخصية العظيمة؟ أولاً، الإيمان بالله والتمسك بالدين. كان قوي الإيمان بالله والمتمسك بدينه. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حارب أبو بكر الصديق كل إنسان غير في الدين، واستمر على نشر الدين كما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي والدفاع عنه. أحب النبي ودافع عنه بماله وقوته.
نبوته وكل ما يملك أبو بكر الصديق. النقطة التي تليها الإنفاق في سبيل الله، وقلنا أبو بكر الصديق يعلمنا درس الإنفاق في سبيل الله، فقد أنفق ماله في نصرة المسلمين، وأيضا تقديم المساعدة للمسلمين. كان أبو بكر يبحث عن الفقراء، يساعدهم ويعطيهم، ويعتق العبيد من مواليهم إذا عذبوهم. فهنا نتعلم من هذه الشخصية الرائعة، كيف أساعد المسلمين؟ كيف أساعد زملائي في الغرفة الصفية؟ كيف أساعد والدي؟ كيف أساعد الآخرين وكل ما يحتاجني أو وكل من يحتاجني؟ فإذا يجب أن نقتدي بمن؟ بالشخصية الإسلامية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.